محترم اللي في النادي الاهلي وفرقه الكوره بتاعت النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي وكلنا واقفين جنبهم ان شاء الله. الهزيمه مش نهايه المطاف يعني. الهزيمه مش نهايه المطاف خالص، وياما انهزمنا وقفنا على رجلينا وبقينا اقوى، مفيش مشكله خالص في الهزيمه. طيب يعني ليه ترد فعل طيب اللعيبه ان مثلا بطوله ان في ماتش الدوري ان شاء الله يوم الاربعاء؟ سياسة النادي الأهلي طول عمرها ما تفترضش لا بأشخاص ولا بمجالس. كلمت وقت حل مشكلة بعض الصفقات المحترمة للعيبة. اللعيبة مش مستنية مستحقات عشان تلعب، يعني اللعيبة بتلعب مستحقات لازم تتاخد، ده واجب علينا كمجلس إدارة إن شاء الله.